Excepto el barco. دلوقتي لما بنفتح السوفت وير بتعرف الشاشه اللي انت شايفها دي، هو هنا بس بيقول لك ان ده يعني هيشتغل معاك 6000 ومش عارف كام يوم، يعني حوالي 18 سنه. اوكي مش كتير يعني هو طبعا الكراك اللي احنا عملناه هو اللي ايه فكه بالشكل ده، لكن هو زي ما قلت كل سنه بيطلع فيرجن جديد يعني هيكفينا ان شاء الله. الجزء اللي على الشمال اللي انت شايفه ده، دي كلها الفايلات اللي انا فتحتها قبل كده. يعني انت المفروض اما تبدا تشتغل في الاساينس تمام، اربع فايلات تشتغل هتلاقي الاربع فايلات موجودة في النت سيت. فتشوف ايه انت عايز تفتحه، تكليك عليه وتفتح الفايل. يعني الفايلات اللي هم قدامنا دول كلهم اوتبوتس، يعني مفيش حاجه ليه عشان تبقى قاعده صح انت هتلاقي طبعا الفايلات اللي انت شغال عليها هتلاقي الداتا موجوده والاوتبوت موجود. الشكل اللي هو الازرق خالص ده شكل الاوتبوت. الداتا نفسها نفس الكلام، بس الحته الزرقاء الغامقه دي بتبقى حمراء. يبقى دي ايه؟ ده الفايل بتاع الداتا، لون الايكون بتاعه بيبقى كده تمام؟ هو بس الحته الزرقاء الغامقه دي بتبقى حمراء بدل ما هي ايه؟ زرقاء. هو تقدر تسمي الفايل سواء كان الداتا او الاوتبوت بنفس الاسم لان له اكستنشن مختلف، فعشان كده مفيش مشكله انك انت تسميه نفس الاسم. يعني ده هنسميه مثلا داتا سيت 1، ده نسميه اوتبوت اوف داتا سيت 1 تمام، او اوتبوت اوف داتا سيت 1. فلو انت الداتا قدامك عايز تفتح اي بقى فايل منهم كليك عليها ايه هيتفتح على طول على الاسس تمام. ما انتش عايز بقى تفتح حاجه من هنا خلاص، مجرد ايه بختار طبعا الحاجه اللي انت عايز تفتحها تختارها، في عندك تحت ايه اوبن اي او دبل كليك هيتفتح على طول، او بقفل طبعا لو انا مش عايز حاجه من هنا بقفل الشاشه اهو زي ما احنا شايفين. بيطلع لك ادي الشكل بتاع السوفت وير اللي احنا فاتحينه دلوقتي. كل الناس فاتحه البرنامج؟ طيب دلوقتي السوفت وير زي ما انت شايف يمكن شبه شويه الاكسل، عباره عن مجموعه من روز وكولمز، لكن هو طبعا بيختلف عن الاكسل في حاجات كتيرة. يعني منها طبعا عدد الروز والكولوم از انليمتد، يعني الاكسل هم كتير ولكن ليميتد عدد معين. اوكي الاف طبعا، لكن هنا الدنيا مفتوحة ملايين الملايين، سواء كان عدد الكولومز او عدد الروز. يعني انا عايز احط الداتا بيز بتاعت الشعب كله تقدر تحطها، عايز تستوعب الكمية كلها 2 مليون عايز عايز الروز مفتوح، ونفس القصة عدد الكولمز بيبقى مفتوح وممكن. هو اما بيفتح الشاشة لو انت بصيت لاخر الروز او اخر الكولم هتلاقيهم 40 جوه 40 كولم تقريبا، مجرد انك انت بس مريتهم بيفتح زيهم كلها ويفتح زيهم وانت ماشي كده ما شاء الله. عشان كده هتلاقي هنا ان دايما عدد الروز والكولم بيبقى عامل زي يعني. اوكي زي ما اتفقنا الفاليو هيتحط كولم والرو يبقى الكيس، او اللي هي بس وان اوبزرفيشن او وان اكسبيرمنت او وان خلاص. وزي ما قلنا برضو السوفت وير من الحاجات اللي بقالها فتره طويله شغاله يعني، ومن اشهر السوفت ويرز اللي موجوده، لكن هو
ماشي رحيل في طبعا سوفت ويرز كتير قوي ليه ستاتستكس، لكن هو من اشهر الحاجات اللي موجوده كبروفيشنال سوفت وير مش بروفيشنال سوفت وير. البروفيشنال في حاجات بقى زي مايكروستات وميني كاب وكل حاجات دي بروفيشنال تلاقيها في الكتب والكلام من ده موجوده يعني، لكن ده امكانياته اعلى من الحاجات دي بكتير. السوفت وير دايما اول خطوه انك انت لازم تعمل داتا اديتنج، تدخل الداتا اللي انت جمعتها سواء كان هايبر ريسورسز او سكندري ريسورسز. يعني انا عندي كوتشنيرز وزع 1000 ضمن مش عارف كام 400، فندخل البروتوكول كل كوتشنير هتفرغه بالكامل فوق زي ما اتفقنا قبل. او لو انت عندك سكندري داتا بقى موجوده على اكسل شيت موجوده في جدول بايه بروتوكول من الداتا نقدر نقرا اكسل مباشره، يعني مش محتاج ان انا ايه اعمل كرييشن للداتا من دي. لو الداتا موجوده على اكسل الداتا عباره دي انت مجرد بس تخلي الاسس اس تقراها مباشره في الامر تمام، الموضوع سهل. لكن لو انا مثلا عندي بقى داتا على ورق وعايز اعمل لها كرييشن، يبقى انت الاول هتعمل ديزاين للكرييشن اللي انت هتدخل فيها الداتا. يعني كاني مثلا جدول بتصفحه الاول وتكتب التايتل بتاع الفاريبلز وبعد كده تكتب الداتا من ورا خلاص. فدي ده اللي بيتم فيه الداتا. فانت هتتعامل مع الداتا اديتور اللي هو موجود قدامنا، يعني بص كده مكتوب الاسم فوق اهو اي بي ام اس بي اس اس ستاتستكس داتا اديتور. فاللي احنا المكتوب قدامنا ده اسم الداتا اديتور. اما بتعمل اي اناليسيز اي جراف اي تيبل بيطلع لي ويندو تاني مختلف بنسميه الاوتبوت فيور. فالفيور ده هيبقى فيه كل الاوتبوتس اللي انت هتعملها، تطلع شاشه ثانيه مختلف عن الشاشه. هي دايما اول خطوه بتتعلم في الداتا اديتور تمام، مجرد خلاص فهمت الموضوع خد اصعب حاجه بقى كله سهل، مجرد تختار حاجه وتدوس اوكي تروح تحسب الحاجه اللي انت عايز تحسبها او ترسمها او كريت الجدول اللي انت عايز تعمله بسهوله وبطريقه كويسه. بعدين نفهم ايه بقى موضوع الداتا اديتور ده الاول تمام، وبعدين نشوف ازاي هنتعامل بقى ستاتستكس على الصفحه. هو البرنامج دي اصلا زي ما قلت عندها شركه كنديه، هم بدوا يجيبوا الناس اكسبرت في الستاتستكس يقولوا الاخطار والناس البروجرامر ينفذوا الانترنت. شركه اي بي ام كانت الشركه دي اعتقد في فيرجن 18 او 19 لسه شايلينه قريب مش من زمان تمام، عشان كده ضافوا اسمهم على البرنامج لان هو ما زال معروف ب اس اس تمام. لكن اي بي ام دي اللي ضافوها عشان الشركه حاطه اسمهم على السوفت وير، لكن طول عمرنا عارفينه باسم ايه؟ اس بي اس اس زي ما قلنا ستاتستيكال باكج فور سوشيال ساينس. اوكي؟ طيب الداتا اديتور له اثنين فيوز اللي احنا شايفينهم تحت دول، عشان في حاجه اسمها داتا فيو وفي حاجه اسمها فيو شايفينهم؟ اللي لونه اصفر ده الاكتف، يعني اللي انا واقف فيه دلوقتي اللي قدامنا اللي انتم شايفينه ده الداتا فيو. لو انت دوست على الفاريبل فيو بيدينا فيو مختلف عن الفيو اللي احنا شايفينه قدام تمام. لو دوست كده على الفاريبل فيو هتلاقي الشكل مختلف. الفاريبل فيو هو دي دايما نقطه البدايه بتاعتي لو انا عايز ادخل داتا جديده او حتى الداتا عندي على الكوتشنير، فانا عايز اديزاين واعرف الاسئله بتاعت الكوتشنير والكلام من ده، فكل ده بيتم في الفاريبل فيو. يبقى انا الخطوه الاولى بعرف الفاريبلز في الفاريبل فيو تمام، وبعد كده ابدا ادخل بقى الداتا نفسها الارقام والكلام ده كله بدخلها في الداتا في الفاريبل فيو. كل فاريبل هتعرفه الرو، كل فاريبل هتعرفه فرو، هيتقال لك في الداتا دي الى ايه؟ الى الكولوم تمام. مش احنا قلنا ان في الاس اس اس الفاريبل عباره عن كولوم والفيس او الاورجنايزيشن او الانسترومنتال يونت عباره عن رو. طب انت لما تيجي تعرف الفاريبل هتعرفها هنا في الفاريبل فيو، كل فاريبل بعرفه فرو، هتبص تلاقيه اتقلب اوتوماتيك في الداتا فيو الى خارج. يعني مثلا اهو تعالى لو انا كتبت كده مثلا اول فاريبل اسمه اكس كتبت اكس وتاني فاريبل اسمه واي اكس، لو رحت على الداتا فيو هتلاقي بقى فيه توب فارمز كتاب اسمه اكس واحد اسمه واي، المفروض تكتب بقى الايه القيم بتاعت الاكس والايه والواي في الداتا فيو. لو انا رحت على الداتا فيو بالشكل ده ادي الاكس وادي الواي،
اكتب بقى عادي زي ما بتكتب باي باي اكسل شيت او حاجه، اكتب الرقم دوس انتر او انزل الاسهم تقدر تعمل كده. عايز تكتب سكور وايز او وايز زي ما تحب، تمام؟ طبعا يفضل لما بتكتب لو هي ساخن الداتا سكور وايز تكتب باي بتخلصه، تمام؟ لو كوتشنير لازم تمشي رو وايز، كوتشنير الواحد تفرغه في الرو الاولاني الثاني الرو الثاني الاسهم. ده دايما ايه الطريقه اللي انا بدخل. تمام. هرجع تاني على الفاريبل. بص هنا مجرد ان انا كتبت الفاريبل نيم اللي هي الاكس والواي هو ملالي بقيه الايه؟ بقيه الرو. هو هنا حط الديفولت بتاع كل واحد. تمام؟ وانت بقى بتبص على الديفولت ده عايز تغير ولا انت مش عايز؟ عايزين نفهم بقى كل حاجه بقى من دي معنى ايه؟ خلاص؟ وبعدين بقى الناس تركز معايا ما تقولوش شفتوا تلعبوا في حاجات كده بره ليه؟ اللي عايز حاجه يا ريت يسالنا ما تسالش اللي جنبك، انت اللي جنبك فاهم ولا انت فاهم؟ لو فاهم ما كانش الناس في مكان فاضي هنا ولا انت عايز الكهرباء؟ طيب انت سامعني كويس ولا نص سامع؟ عشان انا صوتي ما بيعلاش اكتر من كده. اوكي؟ فزي ما قلت دلوقتي ادي اهو انا مجرد بس حطيت النيم بتاع الفاليبل هو بلاقي بقيه الايه؟ الخانات بالديفولت فاليو في العالم. عايزين بقى نفهم معاني الحاجات دي. اول حاجه طبعا الفاليبل لازم تديله نيم اسم الفاليبل. الاسم بتاع الفاليبل اولا لازم يبدا بحرف ما ينفعش يبدا برقم. يعني ممكن تسمي الفاريبل اكس 1 لكن ما ينفعش 1 اكس. خلاص يبقى لازم يبدا بحرف. الحاجه الثانيه الفاريبل نيم ما ينفعش يبقى فيه سبيس، يعني لازم له ايه؟ كلمه واحده. لازم كلمه واحده. لو كلمتين ممكن تحط بينهم ايه؟ اندرسكور او دوت حسب بقى ما يقبل منك دوت ولا اندرسكور. تختلف من جهاز لجهاز حسب الجهاز. خلاص كده؟ يبقى دي اول حاجه النيم بتاع الفاريبل ما يبقاش فيه سبيس. خلاص؟ ما يبقاش فيه اي سبيشال كاركتر. سبيشال كاركتر زي ايه؟ من الفورمات الكولر الكولر علامه الاستفهام الحاجات دي كلها ما تنفعش فيه الفاريبل نيمز. خلاص؟ دايما يا جماعه الفاريبل نيم بتفضل انك تكتبه مختصر. زي مثلا انا اعطي لك الاكسل شيت انا بسمي الفاريبل بتاعي اكس 1 اكس 2 اكس 3 اند سو اون. تمام؟ طب الاكس 1 معناها ايه ولا الاكس 2 معناها ايه؟ ما اعرفش. عشان كده عامل لي حاجه اسمها ايه؟ ليبل. شايفين الليبل؟ الليبل ده عباره عن الحاجه الوحيده اللي ما اقدرش يخمنها هي الليبل. الحاجه الوحيده اللي ما يقدرش يخمنها هي الليبل، لان هو ما يعرفش الاكس دي بالنسبه لك ايه؟ ما الاكس ممكن تبقى السالري او النيم او او او. فانا في هذه الحاله دايما بستخدم الفاريبل نيم حاجه مختصره وتكتب بقى الفول ديسكربشن بتاع النيم ده فين؟ في الليبل. يعني لو كانت الاكس دي مثلا زي مثلا في الداتا سيت 1 اللي هي بتاعت البنوك اللي احنا بنتكلم عنها. فالاكس 1 بالنسبه لك هي عباره عن ايه؟ الاكونت بالانس ان دولار. هتروح تكتب انت في الليبل اكونت بالانس ان دولار. خلاص؟ مثلا الاكس 2 الاكس 2 في الداتا سيت 1 هتلاقيها عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن النمبر اوف اي تي ام ترانسكشن ان ذا مانث. يعني عمل كام اي تي ام ترانسكشن في الشهر. يبقى ده اسم الفاليو. هتكتبه فين؟ الليبل. يبقى انت لما تيجي تقرا داتا سيت 1 من الاكسل مباشره هو هياخد لك الاسامي اللي انت حاططها في اول رو اللي هي اكس 1 و 2 و 3 و 4 في الاكسل هيحط لك ايه دي الفاريبل نيمز. يبقى مستني منك تحط الايه؟ الليبلز. هتروح تجيبها منين؟ من فاينل وورد. هتلاقي الليبلز بتاعت كل فاريبل معناها ايه؟ تروح انت تكتبها او كوبي بيست من الوورد بس واحده واحده. جاب جاول واحده وترميها في الصف الاولاني الثانيه وهكذا. يبقى ادي النيم وادي الليبل. يبقى كل فاريبل لازم احط له نيم وليبل. لاحظ هنا النيم بتاع الفاريبل اجباري، لازم الفاريبل يبقى له نيم. لكن الليبل اختياري، عايز تحط ليبل تحط مش عايز ترجع. خلاص؟ لكن انت لو ما حطيتش ليبل لما تطلع تعمل بقى اي حاجه تعمل رسمه تعمل جدول تعمل اي حسبه اللي هيطلع في الهواء هو مين؟ النيم الاكس والواي. اللي هي بعد فتره هتنسى هي مين الاكس ومين الواي. لكن لو انا حاطط ليبل اللي بيطلع في الهواء هو الليبل وليس النيم. بحيث لما مثلا رسمت رسمه عملت حاجه
ما يظهرلكش اكس يطلع المعنى بقى بتاع الاكس اللي هو الاكونت بالانس او السالري او حسب كده. ده الديفولت، يعني الديفولت دايما ان الاوتبوت بتظهر بالنيم وليس بالنيم. لكن لو انا عايز اغير ممكن اخش له اوبشن واقول له طلع لي النيم وليس بالنيم. لكن الديفولت هو الصح ان الليبل هو اللي يطلع في الاوتبوت وليس بالنيم. لا احنا عندنا في الاس اس اس عندنا ثلاث انواع اساسيه من الايه من التايبس. يبقى التايب يا اما نيوميريك بلس يا اما سترينج يا اما ديت. اذا نيم نيوميريك يا اما سترينج اس تي ار اي ان جي تمام او ديت. نيوميريك يعني ارقام زي ما احنا عارفين، سترينج يعني حروف، ديت يعني تاريخ. ديت خلاص كده، دول الانواع الاساسيه بتاعت الباك. فانت اي فاريبل لازم تصنفه يا اما نيوميريك يا اما سترينج يا اما ديت. ديت معروف، تاريخ الميلاد، تاريخ المعاش، تاريخ الوظيفه، تاريخ الوفاه، اي تاريخ، اي ديت فهو ديت. خلاص كده؟ وفي طبعا عندنا الديت فورمات سنه، فورمات مختلفه جدا. الشهر الاول ولا السنه بطريقه جغرافيه المكانيه، اسامي الشهور، اسامي الايام، اسامي المواسم، كل ده موجود. تختار انت الفورمات بتاع الديت اللي انت عايزها. طيب ده ديت خلاص؟ نيجي بعد كده عندنا النيميريك وعندنا سترينج. تخيل يمكن نقولكم من شويه ان كل الفاريبلز في الدنيا بنعتبرها نيوميريك ما عدا اربع حاجات بس اللي هتختارهم سترينج. نجاوب تاني ادرس ايميل باسورد بس ما عدا ذلك حتى لو كان كوانتيتيف هتعملوا ايه؟ نيوميريك. يعني الجندر نيوميريك، الناشوناليتي نيوميريك، لون الشعر نيوميريك، لون العين نيوميريك، الحاله الاجتماعيه نيوميريك، الميجر كلية جامعة قسم بتشتغل فيه كل ده اسمه خلاص. وهنعمل له كودينج، يعني هل الفاريبل بطبيعته كواليتاتيف هنعمل له كودينج تمام. لو كان الفاريبل بطبيعته كوانتيتيف مش محتاج تعمل له كودينج الا اذا كان متقسم رينجز، زي مثلا من ساعات يفتح الكونشنير يسالك على الايدج وتروح حاطط لك رينج كده تختار الرينج بتاعه تمام بالظبط كده. يبقى انا في هذه الحاله هعمل كودنج للايه؟ للايدج. واصل يبقى ده الرينج الاولاني واللي بعده وهكذا. ساعات في الكوشنير بتحسن الكوشنير كده كان بيسالك في الاول كده على الديموغرافي بتاعتي. من الاسم الجندر العنوان الحاجات دي كلها. بعدين ساعات تلاقي الايدج يا اما سايب لي نقط كل واحد يكتب الايدج بتاعه او جايب لي رينجز للايدجز وانا بختار الرينج اللي انا واقع جوه تمام؟ لو كان الايدج جايب لك وانت كل واحد ياخد الايدج بتاعه مش محتاج ان انا اكون خلاص هتكون ايه تمام. لكن لو كان الايدج مقسمه لي رينجز مثلا اقل من 20 سنه ل 20 ل 30 30 ل 40 40 فما فوق يبقى انا في هذه الحاله كون مقسم ولازم اكون خلاص. يعني هتشوف الكون تمام. بتكلم بس على حته الرينج بيكتب تقعد كل بعد كده معايا لا تكتيره ولا 25 لا انا عايز اعمل مقارنه ما بين الرينج بتاع الاعمار المختلفه تين ايجرز. هل الناس الرينج ده ولا ده ولا ده؟ اني اقل اني اقل عايز تعمل مقارنه. فالمهم نعمل مقارنه ما بين الجروبس. يبقى قسمت الناس جروب الايجز الى جروبس، يعني بنعمل مقارنه مثلا هي تطلع حوالي 25 30 كلهم هو بيعملوا كده واحد كده اوفر. يبقى انا كده اعمل مقارنه ما بين تمام. يعني احنا مثلا عندنا في الطب الدنيا دي من الاعمار اللي لسه متخرج امبارح
لو انت عايز تغير بص كده لو انت عملت كليك كده على كلمة نيوميريك هيطلع لك المربع ايه المربع الصغير ده لما تكليك عليه في اي حتة يطلع لك شاشة جديدة ايه اللي هتستخدمها عشان تغير بيها بايه لو انت فتحت دوست عليها هيطلع لك طيب مش تلاتة ده انا قلت هيطلع تسع حاجات مش تلاتة بص كده ادي النيوميريك اللي انا قلت عليها وادي الايه الستريم خلاص وادي الديت هما الباقي ده ايه الباقي ده كله نيوميريك بس فورماتس مختلفه الباقي ده كله عباره عن نيوميريك بس ديفرنت فورماتس خلاص عشان كده هما ثلاث ايه ثلاث انواع يعني عندي الستريم هو نوع واحد الديت نوع واحد النيوميريك دي ليها سبع فورمات مختلفين ليها سبع فورمات مختلفين طيب تعال نتعرف على كل واحده من الايه من التسعه اول واحده نيوميريك خلاص هم ليه الفرق طب بين النيوميريك واللي تحتها اللي هي الكوما الكوما دي ما هي الا نيوميريك بس هيحط كوما كسيبريتور ما بين كل 3 ديجيتس عشان يسهل لك تقرا الايه الرقم يعني مثلا لو انا كتبت رقم زي كده مثلا 3 مليون 420,512 لو انت مختار النوع الاولاني اللي هو نيوميريك هتكتبها كده هتبقى كده خلاص لكن لو انت اختار النوع على انه كوما هيبقى هو من نفسه حاطط لك كوما هنا بس كوما عشان الكوما هنا دي سيبريتور ما بين زي ما انت شايف كل 3 ديجيتس عشان يسهل لي رايت الايه الرقم بالملايين بالالاف بال 100 100 دي عباره عن ايه نيوميريك خلاص الدوت زي الدوت بس هيستخدم الدوت سبريتور بدل الايه الكوم طبعا ما بحبش استخدمه ليش ما بتخلطش ما بين الديسمال بوينت والكوم خلاص فمالهاش لازمه طب الساينتفك نوتيشن الساينتفك نوتيشن اللي هي الفورمات دي لو انا كتبت رقم زي كده كنت مختار النوع على انه scientific notation هكتبها لك ايه؟ هكتبها لك 3.4 K تمام؟ وبعدين positive 0.6 طب وفي scientific notation بتاع الكلام ايوه يعني اللي هي الدكتور 3.4 في 10 أس 6 هي بقى دي معناها 3.4 خلاص مضروبه في 10 أس 6 يعني قربها يعني لا مش قربها لا انا قصدي اللي هي فوق دي ترجمتها دي بس ده اللي انا بس ده ايوه خلاص هو اللي بيظهر على الشاشه ده ده اللي انت هتشوفه ده على الشاشه تمام لكن اللي هيخش في اي كالكوليشن اللي فوق
لكن دي فورمات بنسميها ساينتفك وكده ممكن تكون بتشتغل انت كده في موجود ماتس وحاجه ايه دي بس لا ما هي معناها معناها ان العلامه دي بتتحرك في جهه اليمين 6 ارقام عشان دي 6 لو كان ماينس 6 يبقى بتتحرك الشمال 6 ارقام لو هو بوينت بقى 5 اصفار بعد 3 بعد كده 3 بعد 4 هو كده بينفكت الارقام اللي هو ال 20 وال 15 لا هو مجرد انت بتشوف ده على الشاشه ده اللي هيبقى باين تمام لكن يا باشا في الكالكوليشن ده طب احنا بنعمل ايه رقم بقى كبيره قوي هي 9 10 12 ديجيت مليارات كبيره فانت كل انت عايز تعرفها هم كام ديجيت فانت هنا بس انت يبقى انت شايف بقى لو هي 10 6 يبقى ارقام بالملايين مش 7 10 بس بالملايين انت ماشي بقى خلاص بس يعني دي مجرد فورمات حاجه شكليه فقط لا لكن اللي بيخش في الكالكوليشن والبروسس كلها هو الرقم اللي انت كاتبه الرقم الاصلي اللي هو ده مش معناه خلاص كده فهمنا الايه الساينتفك نوتيشن طيب الديتس لما اتفقنا ديتس خلاص تاني وادي الفورمات على اليمين اهي دي كل الفورمات بتعمل ايه الديتس عايز الشهر الاول اليوم الاول عايز اسامي الشهور موجوده اسامي الايام موجوده تحت تنزل في الليست هتلاقي فيها اشكال لكن لما بيجي يروح الداتا دي تروح الداتا دي تروح الرقم اللي حضرتك كان صح؟ انت بتجيبي ده انت بتجيبي فوق انت بتختار النوع على انه ساينتفك مجرد تكتب الرقم وتدوس انتر مش هيظهر لك الرقم ده هيظهر لك بقى الايه؟ الفورمات بتاعتك هيكتب لك 3.4 اي 10 بالشكل ده تمام؟ لكن مش وانا بكتب انا بكتبها كده لا طيب هو اللي هيقلبها كده حسب الفورمات ده زي الفورم انا وانا بكتب مش انا اللي هحط الفورم هو اللي هيحط الفورم طيب فهمنا كده ادي الفورمات بتاعت الديتس ده زمان فيها انواع كتير ساعات تمام؟ بعد كده عندنا الدولار الدولار برضه نيوميريك بس بيحط لك علامه الدولار جنب الرقم لو هي بس مرتبات الدولار هتلاقي علامه الدولار تحطه او عصيره ناس بالدولار هيجيب لك علامه الدولار جنب الايه؟ جنب الرقم خلاص؟ الكاستم كرنسي بقى انت تعمل ده عمله ثانيه جنيه بس لازم تتظبط في الايه؟ في الكنترول بانل الاول بعدين تعمل خلاص؟ نيجي بعد كده على السترينج ادي دي اللي قلنا ايه؟ بتاعت الحروف اهي خلاص؟ دي الوحيده اللي انت هيبقى منك تكتب حروف خلاص؟ اي نوع من اللي فات ده تكتب حروف اهي بص انت هتكتبها خلاص؟ يعني دي الوحيده بقى اللي هتظهر لك الايه؟ الحروف ما عدا ذلك الحروف مشتته خلاص؟ فانت لو بتكتب اسامي ناس موظفين طلبه يبقى لازم تختار النوع سترينج عشان الحروف تبان. لكن لو انت سايبها نيوميريك وبتيجي تكتب الاسم هيكتب دوس انتر ما تلاقيش خلاص؟ يبقى لازم تعملها ايه؟ سترينج عشان نشوف الايه؟ ايه شكل الانسترومنتال يونت اللي انا هحتاج احط فاريبل قدامها اسم الحاله؟ بس انت عايز تعمل لسه بقى اسامي الموظفين، عامل داتا ليست موظفين عندك في الشركه. فمن ضمن الفاريبل الكميه بتاعتك؟ طب بس هنا مش احصائيه انا بحط اهم حاجه دي داتا بس لا اللي عايز تطلع الناس اللي اسميها خدها تطلع على حد في الشركه عايز تطلع بيانات هتعمل سيرش على الاسم يطلع لك الشخص هو مكانه وعنوانه بس هنا هقف عند الحد بتاع الديسكريبشن مش هروح لحاجه يعني طبعا مش غير بتعمل بس هي مش مجرد شخص عشان تعمل ديسكريبشن لكن مقارنات الكلام ده عايز ثلاث يا دكتور هي شركات البيع بتستخدمها في الحاجات اللي هي الدعائيه يعني مثلا الحته دي فيها 1000 واحد اسمه مايكل
فلما بيجي يعملوا بضاعات مثلا مكتوب عليها مايكل اكتر، شفتها انا كده كانت معاملينها في قطر، كانت في دراسه في السوق هناك كده ان هو اكتر اسامي هنا مثلا محمد، فتلاقي كل السوفينيرز مكتوب عليها محمد، او اكتر الاجانب جم هنا اسمهم كذا، فاكتر السوفينيرز مكتوب عليها كذا. restricted new restricted number with leading zero اللي هو الانتجر with leading zero دي اللي هي زي ايه يا جماعه؟ رقم رقم انت جرب كده في اكسل تكتب رقم واي يشيل زيرو يشيل زيرو ال 10 خلاص يشيل زيرو ال 10 تعملها تكست بالظبط. فهو هنا بدل اللي على فكره دي ما كانتش موجوده في الفيرجنز القديمه شويه يعني في الفيرجنز القديمه بتاعت الاس اس اس ما كانتش الناحيه دي موجوده. فلو انت عايز تكتب رقم تليفون 011 فلازم تعملها سترينج، ما ينفعش ان انت تعملها ايه؟ السترينج بيشوف الحروف ويشوف الارقام، النيميريك يشوف الارقام بس. فهم ضافوا لك دي عشان الحاجات اللي هي بتبدا بزيرو على الشمال، لكن انت لو عملتها على معنى نيميريك هينصحك ان احصل ايه؟ الصفر على الشمال هيخلص. فعشان كده دي الوحيده اللي بنستخدمها انت في ارقام التليفونات فقط، الموبايلات فقط اللي هي بتبدا بايه؟ زيرو او الكود بتاع البلد او الخمسه او الثمانيه. اختار سترينج سترينج وخلاص. فده بالنسبه للايه؟ للطعم. هنا بقى الانواع المختلفه دي معناها ايه؟ فانت المفروض بعد ما تتحدد تكتب الفاليو منين المفروض تختار الطعم. هو برضه خوف ليه عمل النيوميريك؟ لان كل الفاليو هو النيوميريك هم اربعه بس وممكن ما يتشافوش خالص هم السترينج تمام والباقي كله نيوميريك. هو برضه خوف عملها لك عشان ما تغلطش فانت بتسيبها. نيجي بعد كده الواتس والدسمة. الواتس يعني عدد الديجيتس او الحروف المسموح بيها في الفاريبل تمام. كانت الديجيتس اللي قبل كده هو هنا الديفولت 8 يعني سمح لك تكتب لغايه 8 ارقام يعني 99 مليون 999 لكن لو انت كتبت 10 مش هقول لك لا هو هيجي اوتوماتيك يزودها. كان الاول في البيلز كان لا 8 جيت انت بتكتب ارقام بالمليارات 8 مش متفقيه لازم ارجع للشاشه دي تاني وازود الويتس شويه عشان يبقى مني الرقم التاسع والعاشر. لكن دلوقتي انت
الارقام مليارات، سيب الديفولت زي ما هو 8 اكتب اللي انت هتكتبه اوتوماتيك هي ايه؟ مزود لك اول بس خلاص؟ عشان ما تشغلش بالك فيها خالص. عشان كده سيبها اول مغيره وتيجي احنا. ماشي؟ طيب الديسمال هيظهر لك كام؟ 10 علامه العشره. هو الديفولت هنا 2. فلو كان الرقم صحيح هيضيف لك ايه؟ بوينت 0 هيضيف لك ايه؟ صفرين. ديسمال ديسمال يعني العلامه العشريه هتظهر بعد كام رقم. ماشي؟ فالديفولت هنا 2. لو انا كتبت له رقم زي كده مثلا كتبت له انا مثلا ايه 1.3752 خلاص؟ ده المفروض هنا كام؟ 4. هنا عندي هنا ايه؟ 2 هيقرب 1.38 اللي هيظهر انت هتشوفه على الشاشه ده بس اللي هيخش بالكالكوليشنز الرقم الكامل. ماشي معاك؟ يعني هنا ده بس الفورماتس اللي انت هتشوفها على الشاشه. لو انت عايز تظهر الباقي بدل ما تيجي تغلط تخليه كام؟ 4 يظهر لك بقيه الايه؟ الارقام اللي انت بتخشها. فهمنا كده؟ ما بيقربش هو يا دكتور صح؟ يعني هيخليها 1.38 لو الرقم فوق الخمسه هيخليه. اللي اقل من خمسه بيسيبها. لكن كل ده زي ما قلت اللي انت بتشوفه بس بالظبط حاجه فورماتس للعرض فقط. لكن اللي هيخش الكالكوليشن الرقم انت كاتبه بالكامل هو ده اللي هيخش الحسابات. فهمني يا ميس؟ تمام. لو انت عايز الرقم يطلع انتجر بقى ما يظهرش جنبه بوينت 0 0 لازم تخلي الديسمال كام؟ صفر. تمام؟ لازم تخلي الديسمال صفر. لكن انت لو كتبت رقم صحيح مثلا 12 هيجي هو عامل لك كده بوينت 0 0 طبعا مش عايز بقى 0 0 دي بقى تظهر بتخلي الديسمال قد ايه؟ صفر. هيخفي كويس. الليبل قلنا الليبل قبل كده طبعا تقدر توسع وتضيق الليبل زي ما انت عايز. اوكي طبعا توسع العمود ده زيه زي الاكسل عادي خالص بالماوس تقدر تكبر وتصغر اللي انت عايزه. خلاص يبقى الليبل ده قلنا ده الفول ديسكريبشن بتاع الايه؟ الفاليو نيم. ماشي كده؟ تعالى بعد كده على العمود بتاع الفاليوز. العمود بتاع الفاليوز ده عمود مهم جدا ده اللي انت هتستخدمه عشان تعمل بيه كودنج للكوالتيتيف داتا. خلاص؟ يبقى اي كوالتيتيف داتا عايز اعمل لها كودنج او اي كوانتيتيف متقسمه الى رينجز عايز اعمل لها كودنج هو العمود ده اللي انا بستخدمه بعمل ايه؟ ازاي بقى الكلام ده؟ طريقه بسيطه جدا. بص كده نفترض الاكس دي كانت الجندر مثلا انا هكتب الجندر. خلاص؟ الاكس كانت الجنس وعايز اكون الجنس واحد هتكونه ازاي؟ بص كده دايما الايه المربع الصغير ده لما تدوس عليها هيطلع لك الشاشه اللي هتعمل بيها الفوق الايه؟ الفوق. دوس كده على المربع الصغير عايز الفاليو وعايز الفيديو. بص كده المناديل ده معلش مين اللي عمل بيه؟ بص كده معايا انا عندي الجندر الجندر يا اما ليل يا اما كميه. خلاص نفترض انا هكون كده ده 1 وده 2 تمام. فهنا الميل والفيميل هو ده الليبل ده الليبل خلاص وال1 وال2 ده الفاليو. هو مستني هنا ايه الفاليو والليبل. فانا هكتب الفاليو اللي هي مثلا 1 واكتب الليبل بتاعها ايه ميل وتدوس على اد هتلاقيه كاتبها لك تحت 1 بيساوي ميل وبعدين تكتب 2 وبعدين بالليبل تكتب فيميل وتدوس على اد هيكتب لك ال2 بتساوي 2 بس هو ده خلاص. يبقى انا ايه هروح اكتب في الفاليو 1 واكتب في الليبل اكتب ميل ودوس على اد بيتاكد ايه خلاص هنكتب لي ايه 1 بيساوي ميل وبعدين هنكتب 2 واكتب في ميل وادوس على اد هيكتب لك 2 بيساوي 2 مش هتحصل مش هتحصل
طبعا الزيرو زيرو عشان الديسمال معموله 2 فممكن تشيلها خلاص عشان تختفي مش مهم خلاص كده كمل دلوقتي طبعا لو انت كتبت حاجه غلط لو انت قطعت عليها اهو تقدر تغيرها تاني لو كتبت حرف غلط وعايز اغير ولا حاجه تقدر تغير مجرد تغير تدوس هتلاقي تشينج بقت اكتف تدوس على تشينج يبقى هيقرا في الايه؟ الحاجه اللي انت عاملها غلط وفي طبعا سبيلنج تشيك عشان لو عايز تشيك السبيلنج بتاع الكلمه كاتبها غلط ممكن تشيك الاسكاب فهمنا كده يا شاشة؟ لو انت بتكتب بقى حاجه فيها 10 حاجات ده هتعملها في نفس ايه؟ اد كل زي ما انت عايز مثلا بتكتب الناشوناليتي في 10 جنسيات مختلفين بيشتغلوا في الشركه كده 1 بعدين اد 2 كذا الداتا الكاتيجوريز بتاعتك يفضل دايما يجرب في تكون وفقا للترتيب الابجدي للحروف عشان واحد ماشي يعني لما تيجي تكون حاجات كاتيجوريز يعني اسامي منتجات اسامي ادويه تكونها وفقا للترتيب الابجدي للحروف تمام فطبعا مش في بالك لكن افضل في عمليه التالي ده زي ما قلنا لك بعد شويه خلاص كده يبقى انا لو كاتيجوريز زياده لكن من خلال هم حاجتين سهله مش محتاجة يعني ايه حاجة لكن لو هما بقى كتير زيادة لما تيجي تكود الحاجة اللي بتبدأ بحرف ايه بقولها 1 اللي بعديها كلها 2 تمام بس حرف الزد يبقى ايه بعد ما تخلص كل الكلام ده وتلاقي الليستة اتكتب فيها كل الكاتيجوريز اللي انت بتعملها هتدوس اوكي خلاص كده الجنرال اتكود خلاص بعد كده وانا بدخل الداتا لو انا كتبت له 1 هو يكتب لي ايه؟ مين اكتب لي 2 يكتب لي 2 يبقى انا سهلت ادخال الداتا بدل ما اقعد اكتب كل شويه ميل في ميل وهتكتب 1 و2 عشان اكتب لك سهلتين او هو بيطلع لك دروب داون منه فهمت القصه دي؟ تعالى نجربها كده نروح كده على الداتا فيو خلاص نروح على الداتا فيو عمود الاكس كده نكتب 1 هنا 2 لا طب عملتوا ايه غلط؟ احنا كلنا عملنا غلط مش فاهم انا عندي يعني طيب شايفين الحته دي؟ الحمرا دي؟ اه هتدوس عليها كده؟ خلاص ايه؟ اه ظبط دوس عليها بس؟ اه يس value label labels يبقى انا عايز اظهر الفاليو ماشي عايز تظهر الفاليو ماشي لما تيجي تكتب يا اما تكتب الرقم اهو يا اما تدوس لو انت عملت كليك بص كده ادي السهم اهو بتختار خلاص تقدر ايه تختار دي بقى لو ايه لو كانوا كتير عشان تبقى حافظهم انت من ال 1 ومن ال 2 ومن ال 3 ومن ال 4 يعني ال 10 15 جنسيه مختلفين مكونينهم من 1 ل 15 استحاله تبقى حافظ رقم 14 جنيه 13 جنيه فيطلع لك منيو بص ليه هنا في المنيو عمل لي المنيو الاول وبعدين منين؟ عشان زي عشان مركب عشان الاكواد ماشيه 1 2 ثم 2 في ميل فلسه بتطلع بترتيب الايه؟ الكود عشان كده قلت لك تقوم تعمل الكود وفر الابجديه هتطلع لك الليسته دي بترتيب الابجديه يبقى انت لو عايز تختار حد بجنسيته حرف الزد تنزل على اخر الليسته على صح كده عارف ليه هتزوم فوق كده ماشي فما تكونش جوه الايه؟ جوه الليسته لكن لو كانت مش ماشيه بترتيب الحروف هتمشي بترتيب الكود فتلاقي بقى ايه؟ تقعد تبص لعينك تدور على حاجه لكن الثانيه هو اسهل لكن لو مش حافظ الحروف بقى ده قصه ثانيه تمام هذا الشكل بطريقه سهله ما هيش صعبه خلاص لو عندك بقى طبعا ساعه
ساعات انت مثلا في الكوتشينير بتلاقي الاسئله اللي هي بنسميها الريفر سكيل كوتشن، عارفين اللي هي يقول لك ريفر سكيل فروم اجريد تمام. طب افرض انت عندك 100 سؤال كلهم كده، هتعمل الكود مره واحده كوبي بيست تمام، كوبي بيست على بقيه الفاريبلز. تاني عندي كوتشينير، كوتشينير فيه 100 سؤال، الأسئلة الأولى معمولة ريفر سكيل، ريفر سكيل يعني بنسميها إيه؟ اللي هي أجريد وسجريد وسترونج أجريد ونيوترال وترابيبل، فدي بنسميها الفايف بوينت ريفر سكيل. فالفايف بوينت ريفر سكيل هتعملها ليتر ريفر سكيل أول سؤال تمام؟ يبقى مثلا الواحد هتبقى إيه؟ سترونجلي سجريد، بعدين اثنين سجريد، ثلاثة نيوترال تمام؟ أربعة أجريد، خمسة سترونجلي أجريد، تعمل الكلام ده لأول فاريبل. وانت بقى هنا على الشاشة دي كده تختار كوبي بيست، يعني عايز ازود مثلا كوبي الكلام ده للي بعده كنترول سي اهو تمام. وانت هنا لو خدت الكلام ده على كنترول بي خلاص، فانت هتظبط بقى كل اللي انت عايز تنقل نفس الكود مرة واحدة كوبي بيست خلاص، مش هنخش بقى كل سؤال تعمل له كودنج، فالحاجات اللي هي نفس الكود ممكن تعمل منها ايه كوبي بيست لانجوج. دي طبعا بتنفع في الحاجات بتاعت الكوتشينير، اسئله كتيره قوي بين النوعيات اللي انا بقول لك عليها. او الحاجات اللي هي مثلا في اليس اور نو كوتشنز، في 10 اسئله يس اور نو كوتشنز برضه اليس والنو هتعودها في ال1 يس والنو زيرو مثلا، ما بيفضل 1 وزيرو في حاجات اليس اور نو، هتعملها مره واحده في الكوبي بيست على بقيه الايه الاسئله نفس القصه. لو انت بتعمل كودنج للايدج مثلا اوكي، لو مثلا ايه تعالى الواي دي نفترض الواي دي كانت الاتش، تمام تعالى نكود كده الاتش، امسح دول كده ودوس على ريموف اه وطلع عليه كده ريموف اللي انت مش عايزه بشيله. فعايز اعمل كودنج للاتش، نفترض الاتش مثلا ادي ال الرينج الاولاني نفترض هنقول مثلا للزان اهو كده تكتب عادي للزان 20 كيلو تمام، بقول له اكس وانا مقسم الرينج بتاعت الليجز كده اقل من 20 سنه خلاص، وبعدين من 20 ل 30 تمام 20 الكود رقم 2 والليجز بتاعه تمام 20 مثلا، ممكن شرطه او تو زي ما انت عايز ليه 29 مثلا، اقول له اد انا عملت شرط عايز تعمل 2 او فروم 2 زي ما انت عايز، بعدين 3 هنعملها من 30 لغايه 39 واقول له اد، وبعدين رقم 4 الاخيره واقول له 40 اند اب بس. بدي عيد عمال له الكلام ده حسب انت الريج بتقسم ازاي كده بتعمل ده. يمكن تبص لو لسه حرف ايه لو انا عايز اصلح، بص اهو حرف ايه بصلح اهو هتلاقي ايه تشينج بتاكتف، هدوس على تشينج هنا لو بص اي ايه اي غلط وعايز اصلح. ايه كمان كده موضوع الكود سهل ما فيهاش اي. طب الايدج لو كنت عايز اعمله من البروف يعني عايز اقسم ما عملش حاجه في الفيديو ما الكوتشينير ممكن الايدج يتعامل معاه بطريقه يا اما تكتب له الايدج تكتب له هو كل واحد يكتب الايدج بتاعه 20 25 23 تمام، او تعمل له رينجز هو بيسلكت. لو معمول له رينجز لازم تعمل له تمام، مش معمول له رينجز مش هتعمل له بس. يبقى ده بالنسبه للكود. نيجي بعد كده ليه الميسنج، ايه بقى موضوع الميسنج؟ الميسنج هو عايزه اشوف
عايز اغير فلوس على شيء ايه بقى موضوع الميسنج كان بسبب كده الفيرجنس القديمه لو انت بتجمع داتا مثلا وفي رقم ميسنج اوكي انت مثلا جبت بيانات من شركه عن المرتبات جم مثلا على مرتب رئيس مجلس اداره مسحوه فده باطل لكن انت وانت بتدخل الداتا وبقيت بيانات موجوده سن ومستوى تعليم وكل ده ما عدا المرتب مش محدش يعرف ايه او كام بس حتى بالنسبه لك هنا السالري بقى ايه؟ ميسنج مش موجود. فكان الفيرجنز اللي قبل كده لما كانت صفه فاضيه كان بيعتبرها صفر. فكنت لما تيجي بقى تحسب الافرج بتاع السالري كان يجمع الصفر ويقسم على عدده فيطلع لك الافرج مش مظبوط في رقم زياده. بالظبط. لكن هي المفروض القيمه دي ميسنج. فكان قبل كده لازم اعمل كودنج للميسنج. لازم اعمل كودنج للميسنج، مثلا اقول لها كودنج ماينس 10. تيجي انت اي فاليو تشوفها ميسنج حط ماينس 10 هو يفهم ماينس 10 ده ايه؟ ميسنج لما تيجي تحسب الافرج مش هيجمعها لا خالص ولا كانها موجوده بس هو خلاص عارف ان الماينس 10 دي بتعني حاجه بس ده كانت الفيرجنز قبل كده الفيرجنز الجديده لما تحطها كل ماده بتحسنهم هو دلوقتي اي خانه تسيبها فاضيه هو بيعتبرها ايه؟ ميسنج فمش محتاج ان انا اعمل كودنج للميسنج لكن كان الاول لازم اكود الميسنج لازم والا يطلع لك في حاجات غلط لو انا دلوقتي مش محتاج اكتب مش محتاج لو انا دلوقتي هروح اكتب مرتب بقى بس مش انا مش هكتبه بس لما هيجي يحسب بقى المتوسط اسعار المتوسط مرتبات هيجمعهم وهيجمع منهم الصفر ومرتبه صفر مرتبه فاضيه هتبقى صفر بس لو مش هياثر على النتيجه في المتوسط هياثر انت بتقسم على عدد انت جمعت كام؟ هيطلع غلط 10 مرتبات غلط فكان لازم زمان كنا لازم نكون اجي بقى على هنا اعمل كود الميسنج مثلا اي رقم يبقى غريب عن الفاليو ده مفيش مرتب في السالري فانا لما اجي اكود الايه السالري في الميسنج اعملها رقم في السالري ماينس 99 خلاص تيجي انت بعد كده في عمود السالري اي خانه ميسنج تكتب ايه ماينس 99 يجي هو لما تيجي تقوم احسب الافرج ويلاقي الماينس 99 مش عارف ان هي ايه ميسنج فهيجمع الموجود مش هتخش الحساب ويقسم على عدد الايه الموجود كل مش هيبقى من ضمن الايه؟ دلوقتي هو اوتوماتيك بيستمع ده مش فمش محتاجين نعمل فيها حاجه فاكره دايما سيبها في الاجزاء المتحضره خلاص؟ يعني دايما هنسيبها خلاص؟ الكولوم هو عرض الايه؟ العمود برضه مش هنفتح عشان في شويه اول حاجه ثانيه ليه؟ لو بصنا على ما كلهم كانوا عشان موضوع اللي بعد كده الكولوم، الكولوم عرض العمود. تضرب الماوس زاوية تعمل مش محتاج برضه ايه تيجي جنبك ايه خلاص. يعني انت وانت بتكتب الداتا في الداتا فيو المكان مش مكافح بالماوس توسعه شويه، هيجي هو هنا زود الرقم شويه بتاعته. بس. يعني الكولوم هنا الويتس بتاع العمود. ليه الويتس؟ الويتس كان عدد ديجيتس. تمام؟ فانت سواء بي او دي ما تشغلش بالك بيهم. اكتب اللي انت عايزه هو بيزود العمود شويه. ماشي انت لو رحت على سيتا دي ووسعت اي عمود هتيجي تنفر لك الثمانية دي حسب انت وسعت العمود دي جايات العمود هتقلل ايه؟ النادي ده تمام نيجي اللي بعد كده الالاينمنت الالاينمنت هو المكان اللي هيتكتب فيه يا اما ليفت يا اما رايت خلاص يعني الرقم متسنتر فين في الايه في السيل نفسها والكلام حتى هو دايما اي حاجه نيوميريك بيعملها رايت اي حاجه سترينج بيعملها ليفت والسنتر ما بيختارش انت بقى عايز تختار السنتر لازم تختار ايه في نفسك في نص السيل ولا على الشمال ولا على فين يعني حاجه شكليه حاجه شكليه عايز تسيبها باي ديفولت من غير ما تيجي جنبها انت خلاص كده نيجي برضه على حاجة مهمة تانية اللي هي الميجر تمام الميجر دي من الحاجات المهمة جدا اللي لازم تعملها صح ايه بقى الميجر دي؟ الميجر احنا دايما بنقسم الفاريبلز إلى 3 ميجرز
انا بقسم الفاريبلز اللي بنسميها الليفل اوف ميجرز، ليفل اوف ميجرز. الليفل اوف ميجرز ثلاثة، تمام؟ يا اما نومينال، يا اما اوردينال، يا اما سكيل. لو هم لو انت تبص كده على ايه؟ على السيل هجيب لك اساميهم. ادي الثلاث ايه؟ الثلاث حاجات. عندنا نومينال واوردينال وسكيل. النومينال بنسميه اللور ليفل اوف ميجرز. اوكي؟ والسكيل هو الابر ليفل اوف ميجرز. يبقى الفكره الثانيه النومينال والاوردينال دول بيستخدموا فقط الداتا اللي هي بنسميها كاتيجوريكال داتا. النومينال والاوردينال الاثنين دول بيستخدموا الكاتيجوريكال داتا. يعني ايه كاتيجوريكال داتا؟ زي ايه كده؟ يعني حتى تعرف تعمل لها اذا تحت الكواليتاتيف داتا دي في نوعين، كواليتاتيف سوري كاتيجوريكال داتا، يا اما كواليتاتيف يا اما كوانتيتيف متقسم الى ايه؟ الى رينجز. يعني الكاتيجوريكال داتا دي واحده من اثنين، كل الكواليتاتيف داتا ار كاتيجوريكال. ماشي يا جماعه؟ كل الكواليتيف داتا ار كاتيجوريكال داتا، تمام؟ ايه تاني؟ اللي هي الحاجات الكوانتيتيف متقسمه رينجز، تمام؟ اللي هي بنسميها او انترفال، بنسميها انترفال كوانتيتيف داتا. ماشي يا جماعه؟ او انترفال كوانتيتيف. تربل كونتيتيف زي ايج لو مقسمينه، تمام؟ مش كده؟ زي مثلا السالري، مش عارف برضه بنسمي لك السالري رينجز اقل من 1000 من 1000 ل 5 من 5 ل 10 10 اللي فوق الباك ستيتمنت، تمام؟ دخلك السنوي فهمت كده الفكره؟ اللي هو بقى اوكي فهمت كده الكلام ده؟ ان النومينال والاوردينال بيستخدموا الحاجتين دول فقط. جميع الكواليتيف داتا زي الجندر زي الميجر كولج اللي انت بتتفرج منها الجريدز زي الاي والبي والسي والكلام ده كله، زي مثلا الماريتايم ستيتس الحاله الاجتماعيه زي الريليجن، كل دي ار كاتيجوريكال داتا، تمام؟ وكمان الحاجات اللي هي الكوانتيتيف انترفال داتا اللي هي الحاجات الكوانتيتيف اللي بنقسمها انترفال او رينجز، زي الايج لو متقسم رينجز، زي السالري لو متقسم رينجز او انكم، كم خلاص كده؟ السكيل ما عدا ذلك اللي هي الحاجات الكوانتيتيف اللي مش متقسمه رينجز، خلاص؟ يعني اي حاجه كوانتيتيف مش متقسمه رينجز تبقى سكيل، زي السالري لو مش متقسم، الايج لو مش متقسم، زي مثلا الكوست، زي البرايس، زي السيلز، كل حاجه مينلي الويت، الوزن، الطول، كل دي كمان مش متقسم رينجز لو خلاص؟ هي الحاجات الكوانتيتيف اللي مش متقسمه رينجز. فهمت الكلام ده؟ نيجي بقى نرجع للاثنين الاولانيين، ايه النومينال وايه الاوردينال بقى؟ خلاص؟ امتى اقول نومينال وامتى اوردينال؟ الاثنين دول بيستخدموا للحاجات اللي هي الكاتيجوريكال داتا. طب انت قول ان هي نومينال وانت قول ان هي اوردينال. حسب الكاتيجوريز، لو الكاتيجوريز بتاعتك از نوت رانكد ما اقدرش اقول ان دي احسن من دي او اكبر من دي او افضل من دي، تبقى نومينال. خلاص؟ لو الكاتيجوريز فيها ترتيب تبقى اوردينال. ماشي؟ زي ايه كده؟ حد يقول لي اكزامبل مثلا؟ نومينال زي الجندر. نومينال زي الجندر، ايه تاني؟
our religion, يعني هي بس الرتب العسكرية بس؟ لا لك خميس أحسن من الاثنين. يا دكتور الأوردينال دي يعني الغلط الرتب العسكرية. الأوردينال يعني تجلس الرانك فيها ترتيب. ترتيب عسكري أو ده أفضل ده أحسن ده أكبر ده مثلا أنا حاطط سالري هناك فأنا أقدر أعمل لهم رانك طب يعني لو الدول على حسب التأثير تأثير جيد جدا قوة الاقتصاد طيب اللي هي الكي والاي ماينس والسي وبيراميد مستوى التعليم الابتدائي مع اعدادية مع دبلوم بكالوريوس ماجستير دكتوراه فهمت تمام الدرجة الوظيفية درجة أولى درجة ثانية الرتب العسكري اللي مثلا درجات عندنا في العلمية معيد مدرس مساعد مدرس استاذ مساعد استاذ تمام؟ لكن انا هنا بتكلم على الدرجة العلمية لكن الدرجة العلمية اللي هي معيد مدرس مساعد مدرس مساعد استاذ دي بالنسبة لنا ايه؟ دي اوردر فيها ترتيب ماشي؟ النومينال اللي هي بقى الحاجات اللي هي كاتيجوريكال اللي ما فيهاش رانكينج يعني ما اقدرش اقول ان ده افضل من ده او ان ده احسن من ده او ان ده اكبر من ده زي الجنس زي الناشونال زي لون الشعر لون العين زي الديبارتمنت اللي بتشتغل فيه تمام زي الدين تمام كل حاجة ليها حاجة زي ما هنتكلم فين الكلام ليه ده سموه ده اللور وده سموه ده النومينال هي عبارة عن اللور ليميت اوف ميجرمنتس ليه؟ لأن بالظبط كده تعالى شوف أنت عندك فاريبل زي الجيم قول لي إيه الستاتستكس اللي أنت بتعملها على الجيم؟ عددهم نسبتهم ¿Qué
يعني الاوردنال الاوردنال نفس الكلام برضو العدد والنسبة والموت ويضيف عليهم كمان الميجر ميجر القيمة اللي في النص انا هروح على طب السكيل بقى كل حاجة كل حاجة تقدر تعملها على السكيل يعني اربع سنين ميديان ستاندرد ديفيجن سكيورس كورسز كل ده نقدر نحسبه على الحاجات اللي هي في السكيل لكن في حتى التكنيكس بتاع السيس بقى كده السكيل كل حاجه فيها تعرف نوع اللي هي حاجات محدوده النقطه اللي هي حاجات محدوده تمام عشان كده لازم ايه تميز النقطه بس مهمه فانت عندك دلوقتي الاربعه داتا اللي انا هحطهم المفروض ان انت هتحولهم تحولهم في اكسل النهارده هنعملهم ان شاء الله عشان تبدا تشتغل تمام ازاي تحولهم من اكسل الى اس 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 وازاي تعرف الحاجات دي لان اختيارهم من اكسل هو بيخمن الحاجات دي لكن ممكن تكون غلط لازم تراجع شويه حاجات كده ايه اللي انت هتراجعه لازم تراجع دي من ضمن الحاجات اللي انت هتراجعها الميجر شوف هو عملها صح ولا عملها غلط يعني اليس والنو الحاجات دي تبقى نومنال طبعا اي يس اور نو دايما نومنال اي حاجه سترينج دايما نومنال حاجة سترين زي الأسامي والكلام من ده نومنال الإيميلات والكلام من ده نومنال الأرقام بقى والفلوس وعدد الـ ATM كلام ده هيبقى سكيل سكيل تمام فده مهم قوي إنك أنت تختار الميجر صح فتعالى مثلا الأولاني كان الجندر مظبوط فده يعتبر إيه؟ نومنال الجندر نومنال واللي أنت بقى شايف الميل أحسن من الفيميل وضحت اخر كولوم على اليمين ده الروت ده هو دايما بيعملها اوتوماتيك انها انبوت من كل دي بالنسبه لنا بعد كده لما هيعمل بقى اشكال ثانيه هو اوتوماتيك هيحدد لك الايه الانبوت والتارجت والكول بعد كده هو بس I'm not sure if you're going to be able to do that.